صباح الخير. اليوم حابة أعطي نصائح لكل شخص بيحب يخفف من وزنه أو يحافظ على وزنه. كتير منا منكون نظرا لظروف العمل منكون كتير مشغولين الصبح فما منفطر، ومنروح على المكتب ما بكون في وقت ناكل أي وجبة صحية. بتلاقيهم بتصير الساعة 11 بيبدوا يجوعوا يفكروا إنهم يأكلوا. منلاقي بالمكتب دايما في عنا أي أكل بكون كتير مرات غني بالسعرات الحرارية، زي الشيبس زي البسكوت زي الشوكولاتة، بيسلكوا عليه لحد ما يجي موعد الغداء. بيجي موعد الغداء برضو ما بتناولوا أي وجبات صحية، بيضطروا إنهم يطلبوا أغذية من المطاعم المجاورة أو اللي حواليهم، وبتكون عادة غنية بالسعرات الحرارية، وهي مشكلة أساسية كتير عند الموجودة عند كتير من الأشخاص، وهي سبب رئيسي في زيادة الوزن عندهم والسمنة اللي عم بتصير. فعشان هيك أنا حابة أعطيكم شوية نصائح عن يعني تبس صغيرة ممكن تساعدكم إنه تحافظوا على وزنكم. وعادة أنا هاي الأشياء أنا بتبعها وبرضو بتساعدني إني أحافظ على وزني. أهم إشي بدي أركز عليه اللي هي وجبة الإفطار. وجبة الإفطار كتير مهمة، وكتير منا مرات ما بكون عنده الصبح وقت إنه يحضر فطور خبز وجبنة ولبنة أو أي إشي أو يقطع خضرة، فممكن نلجأ لحبوب الإفطار. حبوب الإفطار خاصة لما نختار الأنواع الصحية اللي هي بتكون الخالة فيها نسبة ألياف عالية، ممكن نطلع على الملصق الغذائي بكون نسبة الألياف 9 جرام، وعادة بتكون هذه حبوب الإفطار فيها ممكن نختار فيها أي نوع من الفواكه المجففة اللي بتعطي برضو فوائد وألياف، أو مرات أنواع من المكسرات. طبعا هاي بتعطي كمية سعرات مناسبة وبتكون خفيفة وسهلة وما بتاخذ أي وقت أي وقت للتحضير. ومع حبوب الإفطار والكونفليكس بنقدر ناخذ كوب من الحليب الخالي الدسم أو قليل الدسم، بيعطينا برضه سعرات مناسبة وبرضه كمان غنية بالكالسيوم، بتكون وجبة إفطار سهلة وسريعة. ممكن كمان ناخذ كوب من اللبن، في الألبان اللي فيها خمائر أو بنسميها البكتيريا المفيدة برضه بتساعد، أو ممكن تكون كوجبة سناك خفيفة ناخذها معنا نتناولها بالمكتب. فهيك بيساعدك إنه تاخذ وجبة خفيفة قبل ما نروح على الشغل. برضه إشي كتير مهم نعمله إنه ناخد معنا وجبة، يعني كتير حلو نفيق بكير قبل بنص ساعة، ونختار في بالأسواق كتير من أنواع التبرورات اللي إحنا سهلة إنه تاخدها على المكتب ونحط فيها الأغذية المناسبة، مثل هذا التبرور. إذا بتلاحظوا أنا حاطة خضروات وفواكه، برضو عنا مصدر من النشويات اللي هو الخبز، حطيت عنا خيار فلفل أي نوع خضرة ممكن نقطعه ونستخدمه ونحطه بالتبرور، برضو أنواع من الفواكه، وعنا النشويات هيك بيساعدك تاخذ كمية كبيرة من الألياف، برضو بتعطي شعور بالشبع وبرضو عم تعطينا فيتامينات ومعادن، وأهم إشي إنها قليلة بالسعرات وبتشجعك إنه تتناول الخضروات والفواكه. حتى الأشخاص كمان إحنا أنا كتير بنصح إنه مثلا تكون الخضرة والفواكه مش مقطعة، ولكن للأسف يعني مرات بكون الواحد كتير مضغوط بالشغل ما عنده وقت، ممكن نحط هذا التبروير جنبنا بالمكتب ونتناول هاي الخضروات بشكل سريع، وبتساعدك إنه أنت تبتعد عن تناول أي أغذية غنية بالسعرات الحرارية. ممكن كمان نحضر أي نوع من السندويشات، أنا بختار بحب بشجع طبعاً الخبز الأسمر أو الخبز الغني بالشوفان، بيعطينا كمان ألياف ومشجع وبرضه مفيد كتير، وممكن نحط فيها أي نوع من أنواع الأجبان القليلة الدسم أو اللبنة أو أي إشي، وممكن كمان نحط خضار بهذا التبروير، بكون سهل وسريع وناخده معنا وبيساعدنا نتجنب أي أطعمة غير مرغوبة أو عالية بالسعرات الحرارية. برضه بدي أركز على التنويع، يعني إحنا حضرنا خضروات وفواكه ما نركز إنه نحط بس نوع واحد من الخضروات كل يوم. كتير حلو التشكيل لأنه برضه من فوائد الخضروات المنوعة، لأنه ما في أي نوع من الخضروات أو الفواكه ممكن يزودك بكل الفيتامينات والمعادن اللي أنت بتحتاجها. فممكن يوم نستخدم تفاح، ممكن يوم برتقال، ممكن كمان نشكل بأنواع الخضروات مرة خيار مرة بندورة، ويكون في عنا عدة ألوان عشان ناخد فوائد كتير موجودة بهاي الخضروات والفواكه. كمان ممكن نغير بحشوة الموجودة بالسندويشات، وبرضو ننظم هاي وجباتنا حسب ساعات عملنا، إذا اضطررنا إنه في عنا ساعات عمل أطول ممكن نحضر أكثر من وجبة. هيك أنا أعطيتكم نصائح وطرق خفيفة بتساعدكم إنه تتحكموا بوزنكم وتتناولوا وجبات صحية خلال العمل في المكتب أو أي عمل كان، وإن شاء الله بلاقيكم بحلقة جديدة ونصائح تانية.